هنستعرض الأول مع حضراتكم طبعاً أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وكالعادة بنبدأ من القاهرة. كوبري أكتوبر في الوقت الحالي بيشهد بعض الكثافات المرورية، شارع رمسيس بيشهد كثافات مرورية هتبدأ تقل تدريجياً لحد ما نوصل لمنتصف كوبري غمرة. كوبري 15 مايو للمتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر فبيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء، في كثافات نسبية عند الويلي ولحد كوبري الساحل والأميرية والكورنيش. من المظلات إلى وسط البلد في كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة، أما المتجه إلى المؤسسة ففي سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند المظلات. ومن القاهرة للجيزة هنبدأ بشارع الهرم اللي في الوقت الحالي بيشهد كثافات مرورية، الكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروة، كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات. في كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني، وفي شارع فيصل في كثافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. هنروح لطريق المحور القادم من أكتوبر، في كثافات مرورية قبل الدائري بتستمر لغاية سلم أرض اللواء، وبعدين هنلاقي سيولة مرورية في شوارع المهندسين ولغاية كوبري 15 مايو، أما المتجه إلى أكتوبر فهيلاقي سيولة مرورية في الطريق. نروح لمحافظة الإسكندرية، في كثافات مرورية عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش، وكثافات كمان متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش، أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، نفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية ولكنها متحركة. نكمل جولتنا المرورية ونروح أسوان، هنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد الطريق حواليه سيولة مرورية، وعلى طول الشارع هنلاحظ إن في بعض الكثافات المرورية البسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها بعض الكثافات المرورية. كمان أيضا في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي، في أيضا بعض الكثافات. ودلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس زي ما قلنا كده هيكون حار نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وفي نشاط للرياح على أغلب المناطق. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 30، وأعلى درجة حرارة هتكون في أبو سمبل 41، وأقل درجة حرارة في مطروح 24 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس وبالتفصيل بس بعد شوية.